الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة؟ ركن صدحات أما تيرك صدحات أو أركان الإسلام ككم إذا وحوي الزكاة أو لقته نبي محو يري إيتاء الزكاة أو سنو أرن زكاة كلي أو سنو أرن لأن الزكاة لابد أن تؤخذ من أموال معينة لأن الزكاة وإن لقى هذا مال جونية يا لقى هذا في وقت معين وقت جونية لقى هذا بمقدار معين قدر معين يا لقى إلى طائفة معينة أصناف الثمانية دد جونية نوال سيا أو أهسي نوع أو إلى هاي القرآن بشيء الزكاة تنقسم إلى قسمين فرض ونفل الزكاة ولا نوع وهي مد واجب يمد سنة نعم الفرض ينقسم إلى قسمين زكاة بدن هي زكاة الفطر وزكاة مال الأموال أربعة التي تجب فيها الزكاة. الزكاة مدة واجب كاهي لبقى يبقى يقب سنتها مدة كوباد وزكاة البدن أو زكاة الفطر قاعة. مدنا هو زكاة المال أو لقاقة هذا الشن نوع أو حولها كم بدا لقاقة. نعم. الأول الذهب والفضة والعملات الورقية ريال درهم دينار. قيبت كوباد وزكاة كواجب تواحة وهي ذهب كأي فضة إيا لعقها كرأس إذا ريال كأي دولار كأي وحلا مدى نعم الثاني الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى ولا يشتري لها علف جميع السنة الهجرية أو أكثر السنة قيبت اللباد وزكاة كواجب تواحة وهي قيلة لوضة أريقة هدي أي تهي حول الصوفة أو أن العلفين وقروا لقاء عرفين سنة كأدما أنتيز الثالث الحبوب كالشعير والقمح والثمار كالتمر هذه أيضا فيها الزكاة قيب تصدحات أو سكادة لقرب وحوية مرها ملكة كالصوبحة سيدة قليدة مسجدة يوحي لمدك إيا ثمارت أو سيدة تمرت أو كالتا الرابع عروض التجارة كل ما عد للبيع والشراء سوبر ماركت لدي محل بيع الأخشاب بيع الحديد بيع المواد الغذائية قيب تأفراد أو أي سكادة كواجب تواحوية وحيابها لغو قناع صدوه سيدا مقانة قركة سيدا بيرتا سيدا بدركة وحلويح لغا قناع صدوه تجارة كجروية نعم هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام والله أعلم كاس وحوية ركن قاسين وركن صدحات وأركان الإسلام ككمده والله أعلم.